رجعنا مع حضراتكم ومعانا ضيف من العيار الثقيل دايما يعني بينورنا هنا في البيت الكبير وناقد رياضي كبير جدا جدا الاستاذ عصام شلتوت. استاذ عصام برحب بيك. اهلا بيك كابتن واهلا في طبعا البيت الكبير بكل جمهور النادي الاهلي وقناه الاهلي وجمهورنا المصري والعربي والا رسول الله طبعا قالوها كل المصريين والعرب وكل الانسانيه كل سنة وانتم طيبين مولد الرسول عليه الصلاة والسلام. كل سنة وانتم طيبين وكل طيب الأمة كبير. الإسلامية بخير وسعادة ومصر دايما في أمن وأمان إن شاء الله أستاذ عصام. الله أكبر. كمان عايز أبارك لك على كمان يعني تايتل ومشوار إن شاء الله جديد وفي المستشار التحريري لموقع القاهرة 24. القاهرة 24. بنقول لك ألف مبروك وتحدي جديد. أنت دايما صاحب التحديات ودايما دايما يعني لما بتشتغل في مكان المكان اولا بيزيد بتجربتك وبيزيد بخبراتك. تكلمنا سريعا عن التجربه ديت. المره دي تجربه هي الحقيقه نسخه يعني مطوره من انتاج شبابي جدا يعني حلو. اول رئيس تحرير زميلنا الاستاذ محمود مملوك لغايه كل الاستاف حاجه كده جميله. الجيل اللي بدا معاك احنا مرحله وهما مرحله زي انت كده لما وانت في المنتخب ودخل عليك النجوم الجدد فبتبقى سعيد بقى صحيح. في فتره من الفترات ان هما اللي بقوا يعني البيج بيج ستار لكن انت بتفضل هاني رمزي صحيح. في وسطهم الافاده الخبره اما بيبقوا كمان هما مقدرين ده بتبقى انت في مرحله سعاده بمرحله أكيد. جديده تشعر ان انت يعني ايه انت استاذ عصام إيه يعني تفيد اي مكان بتشتغل عايز تقول فيه حاجه جديده صحيح. في مكان يستحق الحقيقه ان احنا نقول ان موقع القاهره 24 هيبقى حاجه متميزه. هو متميز اصلا بس احنا دي نسخه مطوره وجودك ان شاء الله كمان انطلاقه جديده ان شاء الله وجودك وخبراتك مع نوفمبر يعني بالتوفيق ان شاء الله في المرحله الجديده. كابتن ربنا يوفقك شكل جدا. قبل ما نتكلم على طبعا النادي الاهلي والنهائي النهارده كان يمكن قرار اللجنه الخماسيه بتمديد القيد من 4 نوفمبر ل 11 نوفمبر. حضرتك تحلل لنا هذا القرار ازاي؟ والله بص لما ساعات بتكون في اللجنة قرارات يعني ما بتصادفش محل من الإعراب بنقول لهم لا هنا ستوب وبنتناقش معاهم وبننتقدهم لكن لما بيبقى في تصور يعني يشجع تصور يمكن وصفه بأنه تصور رائع تصور أنك أنت تعمل خدمة للفرق تشعر الجميع ان انت بالفعل الاب الحقيقي للكرة وعايز افادة للجميع. الموسم كده كده ممتد زينا زي بلاد كتيرة حط النهائي الافريقي كمان اللي وصله طرف هو النادي الاهلي وهناك يعني ما يمكن ان يكون اطلالة للزمالك يقترب وبالتالي ما فيش اي مشكلة ابدا ان انت تلاقي نفسك موجود في مساحة التغيير والتنوير ولا بأس ان ده يحصل. حضرتك كنت معانا هنا في البيت الكبير ولما القرار ده طلع حتى حضرتك بكل طبعا احترافية واتكلمنا ان لا ان يعني القرار ده لازم يتعدل بشكل سريع لان مش واتكلمنا حضرتك فاكر قلت مش عشان النادي الاهلي او صحيح. ده كان لمصلحة الاندية كلها لان كان موسم استثنائي وبالتالي في تلاحم المواسم كمان يعني الموسم القادم او خلاص يعني انت بتتكلم في شهر وشوية من النهاردة فده كان كمان يعني استجابة لنداء يعني النقاد الرياضيين زي حضرتك اكيد يعني. ما حضرتك بالظبط كابتن هاني الافادة للجميع الاندية الكبيرة هي دائما ما تنتظر الاندية ما دون يعني نقول المربع الذهبي او الكبار بينتظر ايه اللي هيحصل من تكتيك جديد في قوائمهم للاستفاده بالنجوم وبالتالي دي حقوق اصيله لباقي فرق الدوري سواء الدوري الممتاز اللي دايما بنقول الممتاز والممتاز بيه نفسنا بقى يبقى عندنا البريمير ليج والسكند يعني انت بتاخدني الحته زي العالم كابتن هاني بتاخدني في حته ثانيه ربما يكون ده فقل خير ان احنا بناتي بالافعال المناسبه في الوقت المناسب لا باس ان احنا نقول لهم عملتوا حاجه صحيحه تفيد الكبار المشاركين قاريا وتفيد ايضا من ينتظر الاعتماد على اجيال بتطلع الانديه الكبيره من حق باقي الانديه انها تستفيد في ظل محدوديه الاماكن يعني صحيح صحيح برضو يعني هاخد رايك برضو في موضوع الهبوط بالنسبه للقسم الثاني والثالث لكن خلينا قبل ما نتكلم في النقطه دي عايز اخد راي حضرتك من خلال السوشيال ميديا وبعض الرومرز كده وبعض الاخبار اللي بتيجي من يمكن من الصحف المغربيه او مواقع التواصل الاجتماعي تاجيل مباراه الزمالك والرجاء وكمان تاجيل المباراه النهائيه تابعت ده ازاي وشايفه بانهي صوره وممكن نوصل لايه يعني
الحقيقة هو موسم استثنائي كامل، لكن دخل يعني الفيروس اللعين كورونا، يا رب يا رب ارفعه عن كل الإنسانية وكل البشر. لكن في نفس الأثناء توغل قوي في الكرة، ويعني نتمنى طبعا الشفاء العاجل لأهالينا في الشمال العربي الأفريقي، وفي القلب منه المغرب، وبقت الإصابات كتيرة قوي ومزعجة قوي. الكاف أيضا اتصرف برضو بشكل يضمن لمسابقته الكبارة، عنده وقت، ما عندوش مشكلة مع الوقت، وبالتالي ادى فرصة. الفرصة أيضا متكافئة، يعني إذا كان الرجاء يعاني مع كورونا، فالأندية المنافسة الآخرين في مرحلة قبل النهائي كانوا الأربع أندية، الوداد والأهلي والزمالك والرجاء. إذا ده يعني جفف دموعه من الكورونا، ده جفف دموعه من الإصابات، طالما الأمر يعني سرى على الجميع ولم يعد يعني مأمول ان انت تنظر له في سكة انه دي افادة لفريق بعينه او لون بعينه، تقدر تقول انه ده امر طبيعي جدا انه انت تبقى موافق عليه. ثانيا لابد ان احنا نتعود انه مش بس نبعد نظرية المؤامرة ونفرغ فرقنا ومسؤولينا للاستفادة. والحقيقة يعني مش انا اللي هقول دلوقتي ولا في الجيل ده، حتى الاهلي يعني في الوقت المعاصر اللي عشناه كلنا، مش هنقول على امتداد تاريخه، هو دايما يعزل بين ما هو قرار وما هو عمل وما هو رأي للمؤسسة او قرار اداري، وبالتالي لا تشغل فرقك عن ما هو فني. هنا يكون القرار انك تستجيب لصاحب الشغلانة، للكاف، للاتحاد الافريقي، زي بالظبط لما بتبقى مستعد تسمع كلام، لكن كلام معلوم من اتحاد الكرة في بلدك، في اللي هو الاتحاد الاهلي يعني. صحيح. وبالتالي لا غضاضة من ده يحصل يعني. هي مش غضاضة، لكن يعني خلينا نتكلم، يمكن اخر الاخبار بيقول يعني اخر حاجة ما ورد انه احتمال كبير يكون مباراة الزمالك هتبقى بدل 1 نوفمبر هتبقى 3، ويتأجل النهائي ليوم 9 نوفمبر. طيب عندنا مشكلة من ناحية الأجندة الدولية، حضرتك عارف ان من يوم 9 نوفمبر من 9 ل 17 في الأجندة الدولية، فبالتالي هل هيكون هذا التعديل يحرم حتى لعيبة النادي الأهلي والزمالك، لو الزمالك ان شاء الله يوصل النهائي، من لعيبة الدوليين يعني فرجاني ساسي، بنتكلم على أجايب، بنتكلم على علي معلول، لان يوم 9 لازم هؤلاء اللاعبين على المستوى الدولي يكونوا موجودين في فرقهم. شوف لا بأس إنه أنت تطرح ده كإعلام، مش بس إعلام الأندية المشاركة، إعلام تنويري زي ما بنقول. فربما الكاف ياخد بقرار آخر وينتظر المباريات الدولية في التصفيات القارية ويلعب النهائي بعدها، المشكلة يعني المواسم كده كده ممتدة، وده كلام برضو يعني لقناة النادي الأهلي وفي وجود حضرتك، يدرس الآن بالمناسبة اللي هو الترحيل ل 19 نوفمبر 19 أو 20 حتى بالزبط. يوم 19 لو فكرنا فيه إن آخر مباراة في الأجندة الدولية يوم 17، وبالتالي كمان لازم يعملوا حسابهم إن في بعض اللعيبة بتلعب، ممكن يديك 48 ساعة بالظبط يعني، ممكن على 20 21 يكون الأفضل 20 يعني. ما أنا بقول لحضرتك بتدرس إن يوم 19 يبقى الديدلاين لكل الفرق لعبت، ينظر بقى في الأمر وقتها إنه هل المغرب ومصر اللي هم هيتشكل منهم النهائي فرقهم لعبت اخر ماتش 17، خلاص يدي لك 3 ايام وتلعب، تلعب 21 ما عندهمش مشكله. ما هو بقيه الحكايه عنده برضه، لو عايز يبدا اي اجراءات جديده للاتحاد الافريقي هيبداها حيث انتهى من الموسم الممتد الطويل، لانه فعلا الناس بتحاول تتواكب مع اللي انت قلته من بدري هنا طبعا. الظروف الاستثنائيه دي كمان بتحتاج استجابة استثنائية حقيقي. وقرار استثنائي، عشان كده محدش ملاحظ انه لا ضجيج اصلا من اتجاه النادي الاهلي، لا اصوات، لا فرز للكلام بتاع الكاف، انت تنتظر لترتب اجندتك. وبيتعامل برضو النادي الاهلي بمنطق انه لديه في اجهزته الفنية والادارية ما هو احتراف حقيقي، بمعنى وانت بقى هنا اللي هتأكد او تقول لي لا دي بعيدة شوية، اللي هي فكرة كتاب الكرة تجيب الفهرس، عايز ألعب بعد يومين مكتوبة في صفحة كذا. صحيح. عايز ألعب بعد 3 أيام مكتوبة في صفحة كذا. لا دايما النادي الأهلي بيتعامل كمان، هو لو لغاية ما فيش طبعا قرار رسمي، يعني النادي الأهلي المباراة بالنسبة له المباراة النهائية يوم 6 يعني. أيوة. بيتعامل بهذا المنطلق إلى أن والله أيوة. المباراة تأجلت بيكون في برنامج يتحط بشكل احترافي على حسب ميعاد إمتى، لأن كمان مش هيبقى عندك مشكلة، لكن في جزئية معينة فنية ان لو المباراة اتأجلت مثلا ليوم 21 نوفمبر، النادي الاهلي اخر مباراة على المستوى المحلي يوم 31 للسبت القادم، فبالتالي صحيح. عندك
تقريبا 20 يوم طويل طويل. 20 يوم بدون مباريات الا اللعيبه الدوليه، الا اللعيبه على المستوى المنتخبات. والحمد لله النادي الاهلي اكيد في عدد كبير وحاجه لحضرتك لقائمه المنتخب، لكن زي ما بقول لك يعني النادي الاهلي بيشتغل من دلوقتي ان المباراه يوم 6. هو ده التميز الاحترافي، ان حضرتك اصلا رغم آلة الإدارية تسير زي ما قلنا 100% وأقرب للكمال، لكنها مش بمعزل عن الشراكة الفنية. يعني مزبوط. وأنت تعمل على مواعيد بتستقبلها بتخطر فورا القطاع أكيد. الفني على طول، يعني التبادل يحصل بقى في التعديل البرنامج الإعلانات. احنا ممكن حضرتك تكون يا كابتن سيد هتبلغ الراجل المدير الفني السيد موسيماني، هتبلغه ان لغاية دلوقتي ما لدينا هو لغاية 9، ما لدينا بقى 15، ما لدينا بقى 17. الآلة الإدارية تعمل وبيخطروا على طول الجزء والجانب الفني عشان يقول جاهز في كل المواعيد المتاحة دي، لأنه ما هو هو في حل تاني؟ مفيش أصلا. طبعا يعني الأمور بتبقى زي ما أنت قلت هي أمور استثنائية، وبالتالي عادة النادي الأهلي أنه دايما بيستجيب للمصلحة العامة مش مصلحته هو بس. صحيح، ما لم يكن هناك من يضر بالنادي الأهلي وقتها الحقيقة، يعني وحضرتك عشت ده طبعاً. يعني الى درجه المنع لا يقترب احد من الاسوار الحمراء بسوء، وده مش تميز، دي احترافيه عاليه جدا بتثبت انه هو ده الدائم النجاح. صحيح. ولينا مواقف كتير قوي اخرها حتى في الموسم الاستثنائي ما بين اللي فكر يعني في خلع مبكر، اللي قلق للاهلي يكون ممكن ما يكسبش بطولات، الاهلي مش وقته ده. لا، انت كده ما تعرفش النادي الاهلي حقيقه، يعني مش بس على مستوى حصد والبطولات وانه يعني العجله تسير بمنطق علمي وفني، لكن كمان على مستوى خبرتك انت مع النادي الاهلي، خبرتك كاداري، خبرتك كاعلام، خبرتك كلاعب، لازم تبقى عارف كويس قوي ان الاهلي ما بيعبرش اي ما يمكن ان يسمى موانع بالصدفه ولا بجرأة البطل وخلاص زي نجم السينما يعني ووحش الشاشه وكذا، لا، كلها بمنطق الأخذ بالأسباب، أو نقول عليها في الاحتراف بالعلم. ده صحيح، هذا أيدك تأييد كامل. ولو اتكلمنا على الكاف أخذ رأي حضرتك في طبعا أحمد تقدم بورق أوراق ترشيحه للولاية الثانية. طبعا هو ما عندوش حل تاني، الراجل عامل بالظبط زي اللي قاعد يعني في جلسة فيها مسابقة أو لعب كوتشينة، ده بيرمي كارت وده بيرمي كارت، هو عارف أنه لديه اتنين منافسين صحيح في صمت إذا كان هاني أبو ريدة أو فوزي لقجع، فقال لك لا خلاص بقى أنا يعني ألقي بكلمة الافتتاح وأقول لهم أنا نازل الانتخابات، وبالتالي يشوف مين فيهم كان عنده يعني رؤية مش بس قدرة على اتخاذ القرار، لأن برضو حدش فيهم أعلن، لكن تسريبات زي تسريبات ما بيقولوا دايما يقولوا هاني أقرب للترشح، فوزي لقشع دخل على الخط، أصل هي هتبقى على هامش الكونجرس في الدار البيضاء في مارس من العام المقبل إن شاء الله. فالراجل قال أنا هريح واستريح أو أريح وأستريح، وألقى بكلمة الافتتاح إن هو قادم لا محالة. هو في كل الأحوال يعني عشان ما نلخبطش الجمهور معانا، هي اللعبة كلها إنفنتينو عايزه ولا لأ؟ يعني عايز رئيس أحمد الاتحاد ولا لأ؟ رئيس الاتحاد الدولي عايزه ولا لأ؟ لأنه كده راح مديله واحدة تسريبات كورونا إنه ممكن ما يجيش الفاينل، ودي طبعا يعني تقلل الرجل وليست البطولة ولا القارة. هذا تصريح قاله أحمد مكتبه الإعلامي إنه السيد إنفنتينو يعني في اختبار كورونا قد لا يأتي للنهائي التشامبيونز ليج يعني، ودي طبعا لوحدها بتخليك تشعر بضعف يعني. فلحق يقدم اوراقه النهارده. لحق يقدم وقال له انا موجود، عايز تيجي اهلا وسهلا. مش عايز انا قدمت رسمي خلاص. اهلا وسهلا. هي اللعبه كلها يعرف هو لديه كم يعني صوت من الاصوات في قارتنا السمراء، وفي نفس الوقت التقالات ابو ريده ولقشع وغيرهم كل واحد فيهم انت طبعا حضرتك عارف، بس نقول لجمهورنا العظيم ان كل منهم يمثل منطقه، لا يمثل هذا الرجل المغرب ولا يمثل ذاك الرجل مصر، هم بيمثلوا مناطق بس بتبقى شرف لينا العربي المصري أكيد. انا بريده عن الزون كذا، العربي المغربي فوزي لقشع عن الزون كذا، بتبقى مشرفه انه حد من البلد دي بينال ثقه
مجموعه افريقيه، وبالتالي هو كمان عايز يعرف مين منهم عنده ملاءه، انفنتينو بقى مش احمد احمد، طبيعي. عايز يعرف مين من الرجاله دي اللي يقدر لما نقول يلا انتخابات بقى فيفا يقدر يبقى معاه مزبوط. كتله اصوات مظبوط. طبعا بالنسبه طبعا لكمان عمليه الثقه اللي حضرتك بتتكلم عليها، هل تعود الثقه مره تانية او في خلال الايام او الموسم اللي جاي ما بين اتحاد الكره والانديه؟ والنهارده كان في اجتماع مدربي الدوري الممتاز مع اللجنه الخماسيه لتحديد شكل او يعني موسم جديد ان شاء الله يكون قريب. الخطوه ديت حضرتك شايفها ازاي؟ اتاخرت، اتقدمت، يعني شايف الموضوع ده ازاي؟ اتاخرت جدا لكن لا جدوى منها. كنت امل انه يبقى في مشروع مطروح من اللجنه الفنيه. الحقيقه لدينا مدير فني اكثر من رائع في مساله تكوين الاوراق او عمل الملفات التي تطرح للنقاش لدراسه ما، اللي عايز يعني يستفيد يجي ياخدها لو عايز ينفذ، بينما الدور الحقيقي انه مع وضع هذه الاوراق التنفيذ، والتنفيذ يملكه مجلس اداره اتحاد كره القدم او اللجنه المعينه. اضاعت من الوقت الكثير صحيح. وبالتالي لا جدوى غير ان هي فكره انا بصالحك، يلا شلتوتي يجيب اني رمزي والاخرين ويلا يا جماعه نتفق. نتفق على ايه؟ يفترض ان انت عندك شكل مسابقات تريد ان تفرضه مجبوط. ثم بجلسه مع المدراء الفنيين يقودها المدير الفني كابتن نتكلم محمود بقى في الحكايه. كابتن محمود سعد راجل على علم وخبره في نفس الوقت، يعني في بلان وخطه مطروحه بالزبط. من قبل الجهه الفنيه لاتحاد الكوره بتكون موجوده، والطبيعي ان هو بعد الخطه دي موجوده، طب تعالوا بقى يا انديه، تعالى انا عندي بقى كذا كذا نبدا نتناقش فيه. ما قعدوا يتكلموا في ايه؟ اتكلموا انت رايك ايه؟ تحب تشرب ايه؟ طب تحب تسمع ازاي؟ طب سكر زياده؟ يعني مش قصدي يعني لا يعني ما فيش يعني تحب دي اللي اقصدها على الكوره يعني ناصر. يا ترى تحبوا 30 لاعب؟ طب تحبوا المسابقات مش عارف ايه؟ طب تحبوا الجدول؟ يبقى طب انا احب الجدول يبقى 16، واحب دوري الدرجه الثانيه زي في بلادي زي كل العالم يعني. وعلى فكره هذا الاكثر ربحيه والاكثر اقتصاديه والاكثر قدره على نقله كبيره قوي للكره المصريه. زعلت لما لقيت الموضوع الهبوط اتلغى في الممتاز به، وزعلت اكتر لما لقيت بدل ما كان حضرتك بتنادي واحنا بقالنا فتره طويله نفسنا يبقى الممتاز به دوت صوره من الممتاز الف طبعاً. بعدد الانديه، اتضايقت من الموضوع ده وحسيت ان تاني بدات شويه العشوائيه في الاداء الخططي للاتحاد الكره. شوف املنا ان ياتي اتحاد منتخب نستطيع ان نحاسبه، واحنا كاعلام اولا قبل حتى اصحاب الاصوات وقبل جمعياته العموميه نضع مشروع واضح. اولا مفيش حد يعني يقدر يقول ان انت محتاج تقعد عشان تفكر في لوائح، انت محتاج تترجم لوائح، خلصنا من دي. شكل المسابقات لازم تنقل مسابقات العالم اللي انت هتنافسه عشان تروح كاس العالم للبلاد دائما وكاس العالم للانديه دائما، لابد ان انت تبقى شبه الناس. وعشان كمان يا استاذ عصام انك تعمل فاليو وتعمل قيمه تسويقيه، ما هو ده انت مش هتقدر تعمل قيمه تسويقيه كبيره للدوري الممتاز الف غير لما يكون عندك قاعده اللي هو الممتاز بيه. لازم انا برضو معترض على الف دي، ولو ان زي ما حضرتك قلت يعني تقدر تزعل، انما فرحتك برضو اللي عارف زي ايه رب ضاره نافعه. ازاي؟ لا يمكن ابدا ان تسقط الترسانه والاولمبي الى غياهب كره القدم في الدرجه الثالثه، ومش عيب، لكن ده ممكن يبقى تصحيح مسار للاستثمار يا كابتن هاني، الاستثمار اللي بقى في المطلق، الاستثمار اللي اول شعار فيه ان هذه الانديه هي ما يمكن ان يستثمر فيها وان يستثمر معها، مش تقول لي اعمل فريق جديد والا يعني انت حضرتك مع الانفستور يعني المستثمر يستثمر في هذه الانديه الشعبيه، اولمبي، ترسانه، غزل المحله. مؤكد يجيبوا لنا نسخه، والحمد لله ده احنا عندنا فيما هو عرقنا احنا العربي مستثمرين شيء رائع نفخر بيهم، منتشرين في اوروبا. شفناش حد منهم اشترى نادي لوحده لعيبه وعمل نادي؟ لا، اشترى نادي، هذا النادي يمثل منطقه، هذه المنطقه فيها الزبون اللي هو الجمهور اللي هو هيشتري كل ما هو سوفونير. انا بكررها فخايف بس ابقى بضيع وقت الناس اللي هيستثمر وهيشتري. مصر بقى عملت نسخه احترافيه في البث التلفزيوني، الا وهي مشروع تذكرتي والحجز اونلاين، ادي حاجه. الحاجه الثانيه ان تذيع للمواطن
حقه في التسعين دقيقة عبر تلفزيون الدولة. حضرتك كنت في ألمانيا وعارف انه ده ما ينفعش بايرن ميونخ يشتري هذه يعني المحطات المارقة، لان ما بيبقوش الا في بلادنا. صحيح. هناك هيشتري يعني ايه فوضى، لكن بيبيع لقناة فضائية عشان تاخد بقى تجيب هاني رمزي قبل التسعين دقيقة، تخش اوض اللبس، تعمل حوارات خاصة، تاخد الميكسد زون، تحط اعلانات براحتها خالص، وهتدفع قد اللي بيدفع ده اربع خمس مرات. لكن تبقى التسعين دقيقة حق اصيل للمواطن. اوروبا كلها لسه بيدفعوا الضريبة اللي كانت موجودة في مصر، اللي هي الاتنين جنيه للتلفزيون، اللي هو بيها تتفرج على الكابل، تتفرج على التسعين دقيقة، ثم يأتي بقى ما هو تجاري. هذه يعني الرؤية بتقول ان الدوري المصري يعرض في اول تطوير يا كابتن هاني مش اقل من مليار جنيه حقيقة يعني. وجربناها اهو، طلعت الحقوق، ارضي ما حدش له عندك حاجة، فضائي محطة واحدة، هي كمان كذبت ما كذبتش مش موضوعنا، لان ده محتكر، ده ما هوش نموذج. حضرتك رابط كل دوت باتحاد كرة جديد طبعا، وهتدخلنا في منطقة ان هو اللجنة الخماسية قاعدة لغاية امتى؟ ده للأسف كانت جاية لكده. اللجنة الخماسية آخر كلام يعني عايز فصل الخطاب، لابد أن تعلن في 15 نوفمبر المقبل عن فتح باب الانتخابات. يوم 15 نوفمبر فتح باب الانتخابات، ده معاد آخر دعوة لجمعية عمومية لعملية الانتخابات. لكن من التاريخ ده يبقى اللجنة الخماسية أو إحنا هننتظر لغاية أول ديسمبر 45 يوم يعني؟ 45 يوم يعني. لا هو المفروض 15 أنا فاهم أصلا حضرتك، 15 لاستكمال نوفمبر بالزبط. ثم 30 يوم يبقى ديسمبر بالزبط. أتصور أنه الفيفا في الخطابات اللي هي مسكوت عنها دي، لأن الصياغ في آخر خطابين تقيلة قوي عليهم صعبة شوية يعني، وصعبة قوي يعني، اللي هو يوم 30 كله يسلم الإقلام اللي معاه والبادجات ونشوف الحسابات ماشية ازاي، وحفل شاي مع اتحاد منتخب. فمع اتحاد منتخب هذا يعني يا كابتن هاني ان هم قالوا لهم ال 45 يوم دول ما هماش شيء سماوي، هو حاجة الفيفا هو من وضع هذه اللوائح ونقلتها عنه الاتحادات، ومن ثم يقدر هو يتغافل عنها في وضع استثنائي اسمه لجنة مش اتحاد منتخب. في وضع استثنائي يعني يقول لهم عندك 15 يوم تجرى بعدها الانتخابات، مش لازم 45 يوم. يعني ده ما اعلمه او دي التسريبات اللي عندي، مش لازم يبقى اكون 45 كامله خالص. بعد الاعلان يوم خالص. 15 مش خالص. لازم بالزبط. يقعدوا 45 مش حاجه شرعيه، حاجه في ايد الفيفا. يعني هو بيديله فرصه بالزبط. قادر قبليها باسبوعين ثلاثه. انا بقول لك عندك تعلن في 15 لانه كان المفروض تعلن في 6 وتعلن قبليها بكذا. انا برضو مش هقعدك يعني، مش هقعدك بعد 30، هي كده بقى الليله يا عمده. لا هو في جميع الاحوال اعتقد هي الظروف يعني، مش الظروف لكن هي اللجنه الخماسيه اتاخرت شويه في بعض الترتيبات الملفات. لكن خلاص يعني في ديدلاين يوم 15 نوفمبر هيتعلن اكيد. صحيح. ما هو كان مكان، لكن زي ما حضرتك قلت، لا لازم لما بيقولوا حاجه مفهومه، حاجه الحقيقه تعد يعني كنا ننتظرها، لازم نقول لهم عملتوا حاجه يعني. ما فيش لوحه سودة دايما طول الوقت. هم بصراحه يعني. في يعني عملوا يعني عملوا خطوات ايجابيه جدا. الفار ده كان تحدي بالنسبه لهم بالزبط. رجع استكمال حتى المسابقه بشكلها النهائي لا باس بيه يعني. المشكله انهم كانوا بيستنوا باور الدوله، لكن هم مش عارفين ليه ان الباور اساسا باورهم، هم باور ان هو عنده كل حقوق الملكية، باور ان هو اللي يقدر يقول، وده في كل العالم مش في مصر بس. وعلى فكرة ضمن المنظومة اللي ابدا انفنتينو اعجابه بمصر، ورئيس اللجنة الاولمبية الدولية السيد باخ اعجابه بهذا الوطن، خاصة في عنوان مصر الجديدة طبعا معروف 30 يونيو 2013، وانت جاي كده بقى هنا نسخة دولية مش شبه الدولية. اعجبهم ان مصر تحترم المواثيق، عدلت قانون الرياضة ايام اللجنة الثلاثية اللي كان بيقودها طبعا دكتور حسن مصطفى، ومن ثم لا الناس دي بصلنا بصة كبيرة قوي، نحن نحترم المواثيق. مين قالك ان الدولة تقولك لا لا؟ على فكرة استنزفوا وقت طويل وهم اصدقائنا يعني انا وانت يعني، انه مستني يكون حد هيقول له حاجة، محدش قال له حاجة، لأنه في الآخر أنت جاي تدير. أنت ممكن جدا تستبق وتقول طبعًا. ومش هيلاقي اعتراض طبعًا ممكن وتلاقي اعتراض ليه؟ أنت تعم يعني بتقدم لمصر خدمات جليلة، أنك بتخلي منحة مهم صناعة أمن قومي يا كابتن هاني وصناعة بهجة،
هي الرياضة وفي القلب منها كرة القدم. وكلنا شفنا قد إيه كان قرار رائع، وإن هذا القرار أفاد الأهلي والزمالك على حد سواء، إن هم ظهروا بهذا المستوى الجيد في الشامبيونز ليج في نصف النهائي. أيوة. وكلنا بنرجع لذاكرة كده شهرين ثلاثة، وقد إيه كان في حرب على عودة الدوري، لكن اتضح إن فعلا الدولة بتاخد القرار السليم، وكمان هذا القرار عاد بالفايده الكبيره طبعا على الانديه الثلاثه. خلينا نتكلم حتى الكونفدراليه والبيراميدز وصل للمباراه النهائيه. صحيح. لكن انت ليه انتظرت الدوله؟ يا ريتك سالتها مبكرا زي كده في البطوله 2019 اللي كان، لما الدوله حطت ايدها في ظهر البطوله. طب يا عم كنت اسالها بدري، انت ليه فاهم انه في حد هيقول لك لا او ملهاش لازمه؟ البلد ماشيه يوميا، عندها اجندتها، عندها افتتاحات، عندها مدن، يا سيدي قدر المستطاع. لكن في كل مناحي الحياه الدنيا ماشيه، انت ليه حتى بتخلي اللي بيبص يفكر ان الموضوع ده بجد، مع انه مش بجد ولا حاجه؟ والدليل اهو حضرتك قلت انتخابات، قفلت الباب على صباعك، صباعك انت هو اللي زرق ووجعك، وبالتالي عدت تاني لنفس التفاصيل، محدش قال لك اي حاجه خالص. ده حقيقي، ده حقيقي. نطلع من التفاصيل اللجنه الخماسيه ونخش على تفاصيل النادي الاهلي. حضرتك متخيل مباراه يوم السبت ازاي؟ من الشكل، من فترات طويله النادي الاهلي ما استلمش درع الدوري في الملعب. شايفها ازاي؟ شايف مباراه طلاع الجيش ازاي؟ مش هقول احتفاليه، لكن اخر مباراه في نهايه دوري طويل ودوري استثنائي ومن اصعب الدوريات طبعًا على مر التاريخ. طبعا، بس هو طبعا صدر القرار اللي بعتبره قرار يكمل المنظومه الاحترافيه، لا احتفالات ولا وقت لاي شيء غير استكمال الموسم. طبعا الأميرة السمراء، التاسعة يا أهلي، بطولتك يا مؤمن يا زكريا، ودي عظمة لوحديها. أيه. لما اللعيبة مع كل لعبة حلوة بيفتكروا مؤمن. مزبوط. واسمح لي يعني، وأي كل جون بيجي بيقدوا له تحيته اللي بيحبها، وبالتالي لا أغلق باب الاحتفال والاحتفاء بالدرع، مش بس لتكرار وجوده رغم صعوبة الموسم، لكن لأن المهمة لم تنتهي بعد. لا أنا أقصد مش الاحتفالية، الاحتفالات اللعيبة والجهاز الفني، لا أنا بتكلم على الشكل، شكل الملاعب. إحنا دايما بنشوف في أوروبا. طبعا أتمنى، هي دي أتمنى اللي طبعا يعني بتكلم حضرتك عليها، يعني اللي هي الشكل إن شاء الله بعد نهاية مباراة طلع الجيش، الشكل العام ونفسنا في التنظيم اللي بنشوفه في البريمير ليج. أتصور يا كابتن إنه يعني ده الخمسة من خمسة في اللجنة يعني كلهم من هواة التحديث يعني. صحيح. والحداثة، ولكل منهم حتى صور فوتوغرافيا في حول العالم، ربنا يعني موفقهم في بوزيشناتهم حتى العملية بالسفر والتجوال وكذا. شاف 100 ممر شرفي، وشاف 100 احتفال بتسليم درع، مراسم زي ما بنسميها. بالزبط. بقى باللغه الاحترافيه. نفسنا كده عربيه لو جابوها حتى محل اطفال تشيل الكره وتمشي بيها، نفسنا في حاله مصر تستحقها، وجهودهم برضو الحقيقه يستحقها هم نفسهم. هو حتى ده يعني ده كمان عائد على شكل اللجنه الخماسيه نهايه الدوري. ده مش احتفاليه للنادي الاهلي بس، لا ده احتفاليه نهايه الموسم ليهم هم، موسمهم هم. انا اتصور انه بدل ما يقعد هاني وعصام وعلي ومحمود وسعيد يقعدوا يفكروا ونجيب بلالين، يا عم هات نسخه وهات الصور بتاعتها وهات السيديهات بتاعتها زي ما مدربين الكره بيعملوا. عايز يلعب فرقه بيروح جايب سيديهاتين ثلاثه ويتفرج. واحنا عندنا ابداع كمان وروح عامل ده كمان. احنا ممكن كمان، انت حضرتك عارف ان احنا لو حبينا نبدع باشكال مختلفه كمان على اللي بنشوفه بشكل افضل لا باس يعني. لا انا بتكلم على الاطار العام. طبعا. لكن انت تعالى بقى، مين اللي نفذ تذكرتي؟ شركه وطنيه. طبعاً. مش بس مصريه، لا شركه يعني اقصد راسماليه وطنيه. مين اللي باع واشترى؟ بريزنتيشن. مين كذا؟ المتحدة الوطنية للإعلام. يا أخي إيه الجمال ده؟ وإيه اللي كان حاصل ده؟ بناوير في الاستاد حضرتك شفتها وانت محترف، اتعملت وبقى فيه أكل من أول طبق الكشري للمواطن لغاية اللي عنده ملاقي، يا سيدي أهلا بيه في صالون فاخر، الدنيا كلها كده. إذن التنفيذ ده سهل. أنا أقصد إن ما قبل الإبداع المصري اللي بيطلع زي ما شفنا في كأس العالم لليد أو مونديال اليد، زي ما شفنا القرعة العظيمة، وقبلها طبعا قرعة بطولة الأمم وقرعة المنتخبات الأولمبية. إيه الإبهار اللي في العالم ده؟ بأيدي مصرية. أنا بس أقصد هات المراسم من الكتاب، واطلق يد المصريين، بس سيبهم يشتغلوا، ما تجيبش هاني وعصام وعلي يقولوا لهم انفق البلالين يا حسن. بصراحة كده.
لا احنا لما بيكون في قد تحدي وعندنا زي ما انت بتتكلم دايما على الشباب، الشباب عنده فيجن وعنده ابتكارات ودلوقتي عنده تصورات كبيره جدا، وانا متاكد ان من خلال كمان خبرات اللي حضرتك بتتكلم عليها، خبرات ان احنا ازاي عملنا القرعه بتاعت حتى مباراه البطوله الافريقيه على سفح الهرم وقد ايه الابداع فيها، عندنا خبره وعندنا حاجات كويسه. ان شاء الله انا مستني ان شاء الله يوم السبت باذن الله شكل حلو لنهايه موسم صعب. يعني اتصور ان صديقنا عمرو الجنايني يعني نتفق ونختلف معاه يعني، وفضل والمجموعه هيقدموا حاجه تليق بموسم صعب وتليق باشخاصهم الحقيقيه وتليق بارتباطهم انهم مصريين وقادوا الاتحاد المصري. ده حقيقي. طيب ده على المستوى التنظيمي، شايف مباراه ازاي على المستوى الفني؟ هل يدفع موسيماني ب بعض اللعيبه الناشئين ويستبعد نهائيا من ان شاء الله يعني اللي بيفكر فيهم في المباراه النهائيه، او هيعمل ميكس ما بين الاثنين؟ يعني شايف المباراه فنيا ازاي؟ هو هيستكمل القائمه، والقائمه بالنسبه لموسيماني حسب ما تابعت هي اصلا دايما عندي راي يعني ان الكبار في كل العالم ما عندهمش ما يسمى بدكه بدلاء، لا عندهم رصيد في بنك الاحتياط، يعني انت معاك الفلوس اللي بتصرف منها اللي هم ال11 وعندك رصيد في بنك الاحتياط تقدر في ثانيه واعتبر اللوحه دي اللي هي الفيزا بتاعتك بتعمل كده تجيب رصيد اخر للملعب، وبالتالي انا بتصور انه هيدي ايه باقي الرصيد، هيطلع باقي الرصيد في الملعب، وهتلاقي العربي بدر قريب، هتلاقي الشباب اللي هو خرجهم في ست ناشئين واداهم الطموح ده في المران معاه، يمكن العربي عشان يعني العربي لعب اتدرج معايا كتير ولعب وطبعا وشادي رضوان، اتصور انه هيعمل الميكس ده علشان يقول للعيبه مش انا عايزك تلعب، لا انتوا النادي الاهلي انتوا اللي هتكملوا، لان اللي موجود ده دلوقتي عنده مهمه كمان 5 ايام، فانا لازم اريحه مش لازم اشيله هو للعوزه، لا الكبار مش كده وحضرتك عارف. طيب. هو هيستكمل باقي قائمته بالطموح الجديد اللي هم الخماسي الشاب اللي موجودين معاه دايما في المران، ومش هيروح بعيد الراجل ده، واحده من ميزاته زيه زي كل المدربين العالميين، والحقيقه لازم نقول ان هو يستحق ان احنا نقول مدرب عالمي. الا عجبك في موسيماني لما شفت كده؟ قول لي نقطتين ثلاثه على المستوى، على مستوى الكاركتر، على مستوى الشخصيه، وعلى المستوى الفني قلت لا احنا عندنا مدرب محترم. على مستوى الكاركتر ان هو قريب من اللعيبه، ودي شفتها مع مدربين عالميين كتير، ما بيدربوش ويمشوا، ما بيدربوش ويقولوا اللعيبه خلاص عملتوا حاجه كويسه ويتكلم في المؤتمر، عامل مساحه بعد، ودي ملهاش دعوه بانك دايما صارم ومحترم وحضرتك عارف يعني. لكن في مدرب اللي بينزل مع اللاعب عشان ياخده ويطلع فنيا، يعني بينزل معاه في الاوضه لابتسامته والدمعته، واللي هو ياخدك وانت مضيع كوره مكسره وخربه الدنيا ويقول لك في ايه انت هتكسبني الماتش الجاي، اللي هو نموذج يورجن كلوب يعني. بالظبط يورجن كلوب، واللي هم اصحابه الفرقه اصحابه. صحيح. واللي هو كلامه حتى ما عمل خطه ان مش هنجيب جون تاني، ايه هو خلاص كده خلصنا. صحيح. وبعدين يعني ما ينفعش، لا 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 يعني يبقى مش بيقول لكم ما بتعرفوش تلعبوا، انت تقدر ترجم كلام جمهورك يعني. صحيح. لا 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 لا، ويروح يقعد تلاقي الفرقه سخنت وغلت وسخنت، ما هواش جاي يعمل خبير اكتواري، مش عامل زي افلامنا بتاعت الابيض الاسود زمان، الجراح في الحادثه ويعمل كده مشرط يعمل كده جفت والبتاع وحد لا لا، هو في وسط مجموعته هكذا هو الجيش المقاتل يعني، والتشبيه يليق طبعا، لانه هو ما فيش حرب بتكسب الا والجنرال في المقدمه. تعيشت مع الكابتن جوهر يعني يضحك ويعمل وبعد ما تمشي قدامه يروح رامي علبه سجاير في الارض متغيظه منك. مزبوط. بس مش هيقدر يزعلك، مش هيقدر الا ان هو يسمع منك وما يستهترش بكلامك وبتفاصيله، حتى لو بتكلمه عن تسريحه شعرك، لا الراجل عامل الخليط ده. ثانيا بقى، ولو انها ثانيا لكنها الاهم، هذا الرجل لف الدنيا ورا الكوره، راح اكاديميات سانتانا ده عرفته لما جه هنا، اشتغل على نفسه في معايشات، انا اسف يعني مش لايبزج والحاجات اللي اتلغت دي اللي هي موجوده بس خلاص ما بقتش دي يعني الكريمه يعني، يعني بالظبط لافف ورا كل ده، بيستناش على العلم، وبالتالي بقى عامل زي الجراحين الكبار اللي هو طول الوقت بيحضر سيمينارات ومؤتمرات والمتابعات والاحدث ثم الاحدث، وبالتالي هذا الخليط مش كتير تلاقيه. يعني انت لما جيت تقول لي قلت لي نموذج يورجن كلوب صح؟
ما قلناش الكاركتر في مع التعامل مع اللعيبه بالظبط يعني. ما قلتليش بقى الناس اللي هي بتقف كده يعني مش اولد فاشن ولا حاجه، اللي هم الجامدين قوي اللي بيكسبوا اي حد، اللي هم طبعا زائع الصيت. هذا هو الخليط بين الانسانيه وكسب ثقه اللعيبه، وفي نفس الوقت عندك احدث موديل من التدريب لا تتنازل عنه. تفتكر يعني هو اتاثر كتير بروبرتو باريرا؟ طبعا اشتغل معاه، اتاثر وهو قال في تجربته وانا دايما بشبه الراجل ده، ربنا يديله صاحب الكابتن جواري رحمه الله. الكابتن جواري في واحده من حكاياته ان كرامر عدل له مساره، عدل يعني الكابتن جوهر طبعا المصارف. بدأها انه الكابتن صالح سليم رحمه الله لما الكابتن الله يرحمه قال له الغضروف او الرباط ده وما كانش معروف بطل بدري، فقال له انت تبقى مدرب كويس. اشتغل مدرب، راح اشتغل مع كرامر سنه 70 في السعوديه. بيقول الله يرحمه كنا في الاردن، كنت رحت الاي ار تي شويه، المحطه الرائعه اللي كانت حاجه تشرف وقتها، مش الناس المحتكره بشكل مصاص الدماء يعني، وده للامانه برضه. قال لي ان الراجل وانا بقول له اجازه، قال لي اجازه ازاي؟ امال المانيا فين؟ والبرازيل فين؟ انت جود كوتش في الفيوتشر وكذا. بدا يبعته مدارس. كابتن محسن صالح عنده النسخه دي على فكره من مستر كوتي، واساله حضرتك برضه. بدا يروح المدارس دي، مدارس المتابعه الدائمه لاحدث تكتيك، واللي انت بتختار فيها عايز تحضر فتره اعداد اولى ولا ثانيه، عايز تحضر المنافسه، ولا وانت بتهرب من القاع عايز في وسط السيزون وقبل السيزون ولا في اخره، بتسميها لهم لدرجه انك توصل انك تبقى مدير فني مانشستر يونايتد بس سايلنت، يعني بيوصلوك في الدراسات زي ما عرفت يعني. الرجل خد التجارب دي فتاثر جدا بالخلط بتاع كارلوس البرتو بيريرا، واللي انا فاكر كويس انه اتفق مع اتحاد بلاده ان عشان نفوز لازم هذا الابداع البرازيلي يلعب بطريقه اوروبيه. وحضرتك افتكر الفريق في 94 بقى فيه دونجا بيدي ببيته بالدماغ في صدره عشان يرجع يقف في الحيطه، وبقى فيه تاكلينج، وبقى فيه غير 82 الكره الحلوه بقى، غير الكره الحلوه بقى، ورقصني يا جدع، هو يجيب اربع تجوان بس يخش في اسد، ايوه، او يجيب اربع تجوان وبعدين نتغلب فجاه بالظبط. الراجل سانتانا ده في الموسم اللي ايطاليا كسبت 3-2 وكان الماتش في رمضان انا فاكر، من يعني من قصصات الصحف وقتها، كنا بنحب الكوره ونتفرج ونقرا، كان الاستاذ نجيب مستجابه ترجم حاجه ان الراجل قال لهم لن تكسبونا وانا مستعد العب بخمسه من المدرجات وسته من فريقي للطلاينة واكسبكم، بس بعد ايه بقى؟ فات الميعاد يا حبيبي. الطلاينة لعبوا الجيم اللي يعرفوا يكسبوا بيه باولو روسي، وكان خارج اصلا من السجن لانه كان محبوس في واقعه فساد على المراهنات وقصه كده يعني. وبالتالي موسيماني للي عايز يبحث وراه هو من المدرسه دي. ولقطه وحيده بالنسبه لي، وحد قال ان في لقطه تانية برضه، حد مهتم من الشباب اللي بشتغل معاهم، مش حكايات بيشتغلوا معايا، شوفوا في الاوضه يا كابتن هاني بعد الماتش. ده حقيقي، انا عارف اللقطه ديت، انا شفت اللقطه ديت، ومن خلال متابعتي برضو للفريق هو متزن جدا. ايوه ده شيء مهم. والجزء الثاني ان حتى في خلال المباراه، وده انا لاحظته وبكرره دايما، انك حتى كسبان 3 للوداد في مباراه القاهره هنا ما زال عنده وش الجديه، بيقول لمحمد هاني العب السهل، يعني عايز يوصل رساله كمان للعيبه، لا احنا هو ده سيستمنا، وده اللي اعتقد ان هو دي مدرسه مهمه جدا، انك جداً في جميع الاحوال ايا كانت الظروف انت بتلعب كورتك بشكل جدي جدا، بتركيز عالي جدا، يعني كل لعيب عارف بالظبط مهام مركزه بشكل كبير، ولو اللي هيخرج عن النظام لا يبقى هنا هيكون في وقفه، ومعاها ايه بقى؟ انجوي فوتبول. لا انا ما بعرفش الترجمه دي، لا دي يا اخي العب بنفسك يا اخي، وانت بص كده العبها كده بوش الجذب، يعني ليه ده الاجوان دلوقتي في مصر يا كابتن هاني من التدريب التقليدي، وما حدش يزعل مني يعني، اول ما واحد يجي يقرب من خط الجنب ده عشان الكروس باص تلاقي الجون طلع 3 ياردة، يعني طلع عشان ياخد عشان العرضيه والجون يبقى هنا، خلاص بقت الحكايه ما حدش بيلعب بمزاج. اللعيبه في مصر الاغلب يعني، والاغلب مش الاقل، كل الناس في كل العالم بقى نازل كده، لو عنده اللبان عشان ريقه او حاجه الصرامه لكن مش متوتر، عامل زي اللعيب اللي خايف لا يكون هيتفقس هنا، ماسك حتى الولد اللي معاه ماسكه من دماغه كده ماشي جنبه هناك بيبتسم وكذا وعارف فاكر. انا كنت بنزل معظم المدربين وانا يعني اتمرنت هناك، خاصه يعني على مستوى الالمان، انت عارف الالمان صارمين جدا، بيكون المحاضره فيها طف وفيها جديه جدا، لكن بعد ما بيخلص المحاضره ايوه
الضحكه ايوه المزيكا تشتغل ونازل يقول لك انجوي يلا فيلش باس بالالماني اسمها فيلش باس. فيلش باس ديت بيقولوها يعني يلا يلا نتبسط يلا نتبسط هنلعب بالظبط. هو انت وانت بتلعب دي بعد طبعا ما خلصت رحله هاني رمزي وانت بتلعب خمسه بخمسه في النادي هنا في الملعب جنب المدينه لما بتتجمع ما هو انتوا بتعملوا ايه لما بتلعبوا لعبه حلوه؟ هو اللعبه اصلا اساس البرازيل المدرسه العظيمه دي ما زي خمسه خمسه اللي كنا بنلعبها كل واحد حافظ التاني يقول له يروح عامل له هنا مش عارف ايه ده جري فين لا سيبنا انا ورا اللي هو التزام تكتيكي جدا زي ما حضرتك قلت لكن في مستوى الاحتراف بقى بيتحول لعمل والعمل ده شفته في هدف حسين بصراحه طبعا هدف حسين ينطبق عليه اللي بنقوله ان هو في جديه وفي صرامه لكن في انجوي في متعه في يعني هو حسين كمان متع نفسه وانا عارف لعيب الكوره بيمتع نفسه أيوة. بجون زي ده وكمان متع الناس بهذا الهدف فهي دي الجزئيه بنتكلم الصرامه في الاداء ولكن كمان في جزء من المتعه اتصور ان الراجل قال له ما انت بتعرف اهو يعني مش قال له يعني عملتها ليه ما كان الراجل جاي ده عندنا هنا واللي يقول له هو واحده بس والكلام ده ملغي من الكوره الحقيقيه كابتن مروان محسن مع تاني ماتش اعتقد اللي جاب جولين اول ملعب طيب. انا ما علمت ان الراجل قال له انت مشكلتك مع الكوره دي مش مع الكوره التكتيك انت قلقان اول ما الكوره تجيلك خليها سيبها معاك يعني صح. الجمله اللي وصلت لها يعني. وفعلا مروان مسك الكوره وعملها كده وحطها كده عادي يعني اهو ما انا عادي اهو واخد بالك فانت لما بتفك للعيب ازمته ودي برضه حضرتك يعني دي ده شغل المدرب لما بيقول لك حاجه هو ليه اللعيب بيجري ويعني حاول تأكد للناس إذا كان صح هو ليه بيجري على الراجل بس بيجري على زميله ممكن يكون قايل له أنت النهاردة تبقى 100 أنت هتجيب جون لو بيجري على زميل لكن لما بتجري على الراجل بتجري ليه قال لك حاجات اما عملتها بقيت جامد قوي حصلت مع مروان وحصلت مع مجدي قفشه في الهدف اللي أحرزه في أول 3 دقايق هناك في الوداد أول يعني مجدي ما فكرش غير أنه بيجري على موسيماني لان ده حاجه اتفقوا عليها واتمرنوا أيوة. عليها ومن اول شرحناها حضرتك شرحتها وانا معاك انا واخويا العزيز محمود صبري ومن اول كمان وهو خارج بعد البنالتي قال له انت لعيب كويس وانت هتكسبني بعد كده مالك في ايه لكن لازم نشتغل ده الكلام بقى اللي حضرتك بتاكده كمحترف الصرامه شيء طبعا والابتسامه طبعا وان احنا فريق عمل وان احنا مع بعضينا طول الوقت وان كل فعل بينسب لتعبنا وللشعار ما هو برضو الشعار ده المدرب مهما كان اللي بيحب يكبر قوي بيحسسهم بالشعار اللي بيلعبوا له أندية او منتخبات ده حقيقي طبعا حوار ممتع بصراحه ربنا يخليك بجد والله معاك انت الكلام بيبقى له معنى تاني يا كابتن ربنا يخليك والله حوار ممتع جدا ودايما بتمتعنا بارائك خيرك كابتن وان شاء الله اكيد هتكون هنشوفك تاني اكيد في بيتك في البيت الكبير طبعا البيت الكبير ربنا يخليك شكرا جزيلا استاذ عصام شلتوت بعد الفاصل معانا الكابتن الكبير احمد صديق